بموت في القلقاس بجد، انا لازم النقله الغريبه قوي حاسها ايه يعني، نقله عجيبه اعجب من عجب. انا مش مهرجان اسكندريه بتحب القلقاس؟ لا قلت له شكرا يا امير شكرا. لا انا عارف بس النقله بتحب القلقاس حاسه، عارفه انا بصيت لها سبحان الله حسيتها كده انها جعانه البنت. لا لا بقول لك ايه، انت مش فاهمه ان انا ممكن لو خارجه مع صحابي وهنتغدى بره في احلى مكان في الدنيا إيه؟ وماما كلمتني قالت لي انها عامله قلقاس، هكنسل كل حاجه واروح اكل القلقاس. في عيل بيت ثلاجه بفطر قلقاس بتغدى قلقاس، طول ما في قلقاس في البيت انا باكل. انا لا انا طبيعيه، انا مش قلقاس وسبانخ، انا عائليه الاثنين يعني. دول ماشي، انا هقول لكم يا جماعه فوائد القلقاس، ما تبرقليش كده وترفع لي حواجبك لفوق. انت ما جلتش القلقاس؟ جلد قلقاس. طب يا جماعه انا هجيب لكم قلقاس ماشي خلاص، وعد اهو على الهوا، انا هجيب لكم قلقاس. مدام لبنى اللي هتبقى عاملاه؟ لا انا اللي هبقى عاملاه، انا مش كمان انا مش عاجبك إيه؟ انا مش عاجبك يا دودو كمان بتطبخيه؟ طبعا ماما، طبعا هي طريقه ماما بس يعني لازم. طب قول لنا الفوائد وكده قول لنا الطريقه لو سمحتي. طب يا جماعه يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان هو بجد يعني هو كده كده قمر، بس يعني هقول لكم الفوائد. قمر دي قصه حب. لا لا ثانية واحدة، قصه حب. اول مره اسمع حد يشبه القلقاس انه قمر. قمر ايه اكل عبوبه؟ قمر. لا قمر قمر طبعا، القلقاس بالذات يشبه البطاطس شويه. شفته وهو قبل، انت شفته اصلا وهو سمره؟ شفته والله يعني. وهو سمره وهو سمره، وبعدين بنقشره كده مالي مركزه كده واخد وضعه. قلقاسه القلقاسه. احكي لنا فوائد القلقاسه يا استاذه. بصوا تحسين صحه الجهاز الهضمي ماشي؟ لانه غني بالالياف، 100 جرام بس من القلقاس بيوفر 11% من الاحتياجات اليوميه من الالياف الغذائيه. عايزين حاجه تاني؟ لا شكرا بس. ماشي، وطبعا احنا عارفين الالياف قد ايه مهمه للجهاز الهضمي طبعا. وقايه من الامراض وتحسين اعراض مشاكل زي الامساك والقولون، المصريين كلهم عندهم قولون. اقسم بالله عهد بنتي كانت تقعد تقول لي مامي قلقص نو قلقص نو، حياه ربنا وتعيط. طب انا هعمل لها القلقص وبعدين شوفي بقى رايها هيبقى ايه. كانت بتعمل كده. القلقاس فعال في السيطره على نسبه السكر، ثلاث ارباع المصريين عندهم السكر. يا جماعه عايزين ايه؟ والله العظيم مفيش حلاوه كده موجوده اهو عند الراجل اللي بيبيع الخضار. حضرتك عندك مثلا هل مثلا سافرت القلقاس في مصر في حاجه معينه؟ انا ممكن ابقى سافرت القلقاس. انا بجد انا ممكن يا جماعه البس لكم مثلا طيب ممكن تقول لنا سريعا كده طريقتك؟ ممكن تقول لنا طريقتك بس اسيبك من مفيد قوي يا جماعه، خشوا على جوجل اعرفوا الفوائد. ممكن تقول لنا الطريقه بقى يعني فلافونين. ايه مثلا عندك مثلا تريك او 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 خلطه سحريه للقلقاس؟ انا التركايه بتاعتي الكزبره الخضراء مع السلق على النار، متقطعين حتت صغيره قوي في بزيت وتوم ونقعد. أيوة بقى نهرس فيه، لان في ناس بتعمله زي الملوخيه، انا ما بعملوش زي الملوخيه. ايوه انا هدقته كده. انا بقعد بقى احمر فيه على النار واهرس فيه لغايه لما يدوب خالص، وبعدين نقوم تش في الشوربه، شوربه لحمه، بس لازم تبقى لحمه فيها ايه؟ نسبه دهون كده. ومن التش والله لا اجيبه لكم. عايزه اسالك سؤال دلوقتي هشام بيسالنا سؤال مهم قوي. في بالصلصه، هل بتعمليه بالصلصه؟ انا بحبه لونه اخضر. انا بحبه لونه اخضر. انا بحبه بالصلصه. اللي عايزه بالصلصه ده يروح ياكل بطاطس. معلش لا انا اسفه، ما فيش حد هو بيدي على بطاطس جدا. هي دي بقى مشكلتي مع القلقاس، ان هو بطاطس فقد هويته يعني. انا ده بالنسبه لي لا والله طب مش ذنب القلقاس، ده مش ذنب ازمه هويه، ده مش ذنب القلقاس، ده ذنب واحده كان عندها قلقاس ومش عارفه تطبخه، فقامت عملته. ذنبه انه ما ترباش على القلقاس الصح. والله لا ده انا باكله بالصلصه وباكله مسلوق وباكله بالخضره وباكله، ما علينا المهم يعني. بصي انت جايبه لنا قلقاس، انا هجيب لكم قلقاس والله الطريقه العجيبه بتاعتك بجد. خلاص احنا